علم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى ذكر الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى الله أكبر دك 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 ظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى ذكر الظالم أن نسل زيد والمثنى إن أهمنا ما استكنا عزة فينا وسؤدى مدى كنتم تضبع شوق حور وحوق بحسان استباحة دماء المسلمين عموما ودماء العلماء خصوصا إيه إن بدونه كميدة قبائل كالصوماليات وهو العرسوهي قضب ككاليتي إن شاء الله إنا إيغانا براروشيو شيخة كميدة محوقها وحيا لها نزعات كوافق التكفير كاما خوارجتا ليقى مسلمين طلب النيستة عموما وخصوصا ليقى علماء إن بدونه قبائل الصوماليات كميدو ليقى ذا بني مرة بينا قبيل هبري قبيل له سيانا حساسية ذو أبور لكن قبائل فرب بدونه عان أبو ليقى ذا بني وأتم أدعو لصوغي حرارا بك درنبا وحيلتها هي وحي حسين سامد على يدا وذا ده اتحادك شوغو كتر سرانجري هي اعتصامك وحان حسط اللقو ويقليها جديد يدا يا أخوان المسلمين أي كو إذا يأمن كنا وحي كو إذا يان وخوارج بنايسان يديق إسلام وديق أمضة بنايسان وحي مركا كهلا يندقال لها اتحادك وكو قلين محوها يبري إيو جبوينك إيو إلى سمالك قلبه إيو دغال الله يكون قلن قده إيو دغال الله يكون الله يعني عجلة بعدين ولقى دبي جديدي ودبي باجرة يو شرب وين قبتين إصلاح وقبتين دل جديد بكو قبتين وليه وحي برنايستان ضد كالمسلمين تيدي قد أم عصوم كيه برنايستان ويكود دك دقان علماء الله يعني إن بضان بيهو شاسي كسو عروسته تيوم بوشيخ المرة بعد سوء عليه هذا الله الشيخ وحوق باستباحة دماء المرتدين المنتصمين إلى الإسلام وحاندي لأن هم بعد كوشة يكتب بقول كيبا بقول لكن هذا دماء المسلمين ببنيستا عموما ودماء العلماء خصوصا وهو الآد وارك بان أم لينا وحكو كلف الشيخنا أنك أم قرن هاي إذن كنا إنا إذن قرنين بان أم لي وإلى متهي ديق المسلمين أيوب بنيستا عموما شلي بايزو شيغ هاي رسائل كي وشغلها مساجلة علمية اهيد بيكوه ذا قرانت انا ديه مسلمين بني سنين او مسلمين تا كين يجوغ يكو ايتوب يجوغ يكو الصومال يجوغ يكو ادون كو رمب جوغ دنيا دعا الله دي هذا اصلا اكتدى المسلمين كي يهي نينك انسيقونا قال لما يقوه قادم عردار لهي بمويني هذا الله عد عدي قران وحا الله قران مري اتين بريو ووين او اسكد يارسان لسكو قدفان انو ما قران هاي مدي كرشوق هذا الباب وقصدي لكن وحان أرنها يا وحا قل يا أسوء ديبي أما نمك الدلدوك أسوء قارسي يبا وديب أصولنا مركة أماني أسوء حي هدينا إنو هوشا إسكوه بصوء إسكوه بيو هبسين هالبا الله سيستاي هوشا إن إسكوه بيو أي إيا إن بدون قبائل كالصوماليات أبو شيخ قدري وكثير من القبائل الصومالية قبيل الصوماليات والقبيل اللي مئو تكفيري أما داري ضراء إسراعي لسوه لماي لما سوهي لاي طبعا حسوسين إيسا عبد الله يسد ولدي سبعة 98 كي يانس كلا لات شيء كان هذا نوجوه 2008 كي عفونا 2008 كي كتاب كان نواقض الإسلام مركان شرح حي الناقض كسديدات مظاهرة المشركين على المسلمين بان انتان رواقي كرا أمان قيلي كرا أمان أوبتين كرا أوبتين بيشو عبد الله كده شيء باور بان وقاد وحيد هذين حسن حوقبا ان مجرتنك اي قاليه حور قبيلك مجرتن وقالوا عثمان شرع الله صوع وحال ولادك صاحب كاها ريرك اقرات الريخ خلف اي مجرتن من وقالوا قبا والله انا والله انت ما كنت دالوي مالن دبو عثمان الصوع وحوش ويش وحوش اساسا ليلي زوع جرا أبو محي كله طيب علي إلي بنت أنا ملين بوري واسيد أسا قولي
أنا عبد الله يسوي الدولة بانك هاللي وصار من أكو ذا جرتي وقول يسوي البلاجة هلي خير لي ما جرتي أنا ما هرت الله إذا هذا أنا ما تكفيرين لكن سيجس قال لقى تكفيرين جريو لقى أورو جريو سنة كان واسانة كهرتي قالوا وقع شو قرن ميزا محصتها سيجس قال قيبت ضم بعشر ركب بحجري إن لو أورو جريو سنة كان واسانة كهرتي قالوا وصوم قرن ميزا أمن كني من كشذا لها مسجد كواجه وحواك آخريان خوارج يتكفير يغولاد نماها يعني هوشان وإسك حسابه قر هذا كور نوان تلمو حان وفهم كرنا ما هو لها كم في عيني ما أنت تريد وان يرتبليق لحس عذي يا هوشان يودن بيش قل قل وحاول شيخ وتهملا إنه الصدع على قربه أن يثبت التهمة وأقدم من أنت أنا كبح إنه منك يدي وحط قال إيش زقابيل كهرتي مجرتمات قال إيش واصل إنه نويم حاسد هو قشير ده نفط النوك أنت يلاهدي نمو مركي يدبان رح قال إيوه إنه سن نبيت نمو هذا على يعني هذا عبد بكسي دينه يعني إنه نو أمير كده لقى بجزري أنا مسجد عن جوبي بام كوار تلاقيه إنه عبد الله صور ما جي حبا عبار حبدي سعتون سكت دالي وإحنا كرقبتون بحرنا يعني ماذا اللي يروكي من مرايك كنا نحق عليه وانا سوني مثل لو إني وير هو يا عادة كشقيني يعني وحيرها نية هو نبدأ بلان بعض هاي مركز سكولم كوكا بن بنو جنوين إلى أن قيس كان كاهر كان قيس كان قيس معه على سياسات بلانا بان دعيان كوكو درو مركز نود أمريكا أجوكو ويدو وحان رمانا نسعفينه دعفز باتين بانكوري لو كانت القضية دا يضع وحبضان بان نقصهم مرها ولهاني وحاكو قابسطا وداتكو قرآن وآن صاحبنا هاي أما نمان أن كتر سنة هاي أما نمان شعلة هاي بو تكفيرية كد من يلي ما هي وانس كد عين هيا قبنا حر حارو مركا ما نبوي ما دو أما الله قاعد تقوى دو كده يكود قالني لكن إلا إذا قبائل بالله تكفيرن هيا إيه وهو الحد قد بوي شاكو توما ده هالصغو إنا أن تكفيرن ضد أن دينك الشرعي وأوصن تصيني قاليه أما استباح الدماء المسلمين واتينوا اللي كتهم الجريء أخوانك يجديدين كتهم الجريء بل أركوا الشيخ حبنا كأما مضحنما وكسوا مرين إيدين جريوي بل وحلو إيدين جريئنا إلايان حتى هوينك هوينك يلو إيدين جريئنا إلايان سماليق البيت أولا قبلها الله شقيه لا تعادوا في الجريء هذا أنت واقع دنبدا شاي حق أسكابي شبطه مامل قبلتك إيه اسمه من الوساط كأي لا شقيس وإذا بقول يا ولا حكوب يرتوي يدلي جري من ركاه شاكا مراتك على الله لنا والله جيابا وحيدلي جري نماك كلا بطي جهات كي أوجل يمحو هاي ما من الوساط كي يا أحمر أبو جل يدلي جري كما الله يدل كأنه صحيح وصحني اللي هذا والله سئلين هاي أيد من رقد الله مكتب الأمن هو سمين جري ولن شيخ النبي بالله جيابا وهو لا يابله وحل هو إن جريس كتومة باطلة هاي سيب بدن تهاي إن هذا غير غير كأي رئيس نفس القضية أيضا محمد إسبدل وادي بنت سلة تنبيهات قدام بي الرسائل المساجلة قدام بي وحكومة عموم الصوماليين المنتسبين إلى الإسلام مسلمون معصومة دماؤهم مسلمين الصوماليين البدن كود يجودوا حاران وانا معصوم إلا من زال عنه مانع العصمة بموجبه سي قونا إنك اللوغة ذا إنه قالي هاي الموية شيخ عبد الله يسمي قالي هاي بوقبي وأنين صومالي وذو شلي مركي أنا اللي وديان لي ومواطن صومالي ونوتقرنا إسانا أو شانو قم من جري شيخ إنه قالي هاي بوقبي بل وحوق بي صومالي ذا إيادتك إسلام كشكتين لشقين يا أحمار ذا أما أهل أما تاقيري إنا قاليين مرتدين نال الله لم ماش لو اكل لو دلكم نال الله لم ماش لو اكل لو دلهاي او يسن اذا وباهنين اون قاد لو باهنين او محكم دغل كات كردي حساب امن سنه نالو كغان نقدينا ما هين محاضريس على ولا والبرابي كو ديرتاي او كو دوبه شيخ هي كامرو ان اد انت تصور رعده مسلمين تلا دغالنت انت تصور رعده قد كرب كدغلت إن المسلمين كسو تشد لا دغالنتو تا يدو حالات كفر يا غالما يدو حالات داس وا ردو ردو واه ودا دد قار با دمعين و خلص لوسان و خو راراديان ها
oo yiraahdaan maya ee maya xogaa kursi un baahay mooyo ruux ma gaaloobin kursi doon un weeye sheekh kadda dadka khawaarij aan noqonin iduu wuxuu ku leeyay maya meesha waxaa gashay un dee sidii uun laysu haysaystay bay meesha la gashay mid wuxuu ku leeyay maya waa jaahil war waxaasi wax jira maa kullu dalika waa xaqiiqa jiru warka in si dhaba loo qaata wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in lala dagaalamo iska dhaafay meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa isti'daana la weydiin maayo dilkiisa cidan laga weydiinayo ma jirto ilaahay baa fasaxay subxaana wa tacaala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kale loola dhaqmayo bal sida uu leeyahy sheikhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah gaalada asliyiinta ayagaa ka daran buu leeyahy gaalada gaalnimadood asalka ah ayagaa ka daran axkaamtu xuduuday ka dejisayna waxaa ka daran murtadiinta axkaamta laga dejiyey baa aada uga adag axkaamta loo dejiyey gaalka asalka innaga laakiin dhibaatadeenaas soomaalida waxa weeye maqaayiista inaga khaldantay baa waxaa ka mid a in la yidhaahdaba soomaaligu maba gaaloobo war waa soomaali baa lagu leeyahy waa soomaali sheekh oo waa inay hebele oo waa maxamed iyo faarax waa maxamed iyo faarax oo faarax ma gaaloobabiya maxamed cajaa'ib diintiiba waxaan ka dhiganayba nasab oo kale iyo midab iyo dhalasho oo kale ma ah waa afkaar iyo mabaadi iyo caqiido iyo suluukiyaad haddaad qaadatana aad xukun ka qaadan muslim haddii lagaa waayo inaad gaaloobi oo laga bixi karo bal labada daqiiqe isku xigtaa laga yaaba marna inaad gaal noqon karto marna muslim noqon karto soo saas ma wax la yihahda ma jiro soomaali waa soomaali 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 soomaaliga waxa weye gaalna waa leeyay muslim waa leeyay warkaasi inuu cadaado waa laga maarmaanoo liyahlika man halaka can bayina waayaxa man xaya can bayina muslimiinta wax loo qariya maaha ninkii sidaa ku geliyo ku dhiman gaalnimowna ku dhimo ninkii islaannimo ku dhiman oo ka carari gaalnimadowna ka carar laakiin waxba laysu qarin nin walba meeshuu ku talagelaa ku talagalo allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka aayaddii haddaan akhriyaynay waman yatawallahum minkum fa innahu minhum a'imada tafsiirka sima mutabari iyo keyrka waxay leeyihiin daahirkeeda waxaa ku tusaya inuu murtad yahay bal saan soo sheegnay ijmaac waxaa soo guurinaya ibnu xasmi iyo keyrki kadalika waxaa ijmaaca soo guurinaya sheekh ibnu baas asheekh maxamed ibnu cabdiwahaab caleyh raxmatullah isaguna wuxuu ku daray nawaaqidu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waxyaalaha buriya waxaa ka mid ah mudaaharatu lmushrikiina cala lmuslimiin inaad gaalo u hiilisood garib istaagtood muslimiin uga hiiliso waa ridda waa ridda masaladaasi marka in aad la isaga jiro khaasatan waqtigan oo gaaladii ayba shaqo ka dhigatay waagii hore gaaladu iyadaa intaysa soo mutuxdo oo banaanka isa soo dhigtay muslimiinta la dagaalami jirtay tii hadda waa la bedelay gaala hadda way bedeshay waxay ku bedeshay ma taqaana kuwo dhulkiina kula leh midabkiina kula leh diintiina kula sheeganaya gaalada barnaamijkeediina fulinaya inay gaaladii wakiil ka noqdaan bal u fiirsada ciraaq maxaa ka socda ciraaq waxaa ka socday maraykan iyo ujeeddada reer galbeedka fulinaya yay yihiin soo ciraaqiyiin maaha waa ciraaqiyiin afghanistan u fiirso barnaamijka ayaa fulinaya waa afghaaniyiin chechenia iyo u fiirso meesha la yihahda shiishaan waxa fulinaya waa shiishaaniyiin checheniyiin soomaalida u fiirsa yaa fulinaya waa soomaali brograamkuna waa brogram gaalo brogramku waa brogram brogram isagu soo dejistay maaha brogram asagu soo fikiray maaha brogram uu isagu qorshihiisa leeyahay maaha waa brogram caalami ah ama maxalli ah gaalkaa wata laakiin isagu waa fuliye danta marka laga gaadhana sidii qalfoof baa meel lagu tuuri laana waa lagu meel gaadhay soo ma maalin reer baa madaxa la soo saari maalin nin baa madaxa la soo saari maalin koox baa madaxa la soo saari muhimmadduna waxa wey waa istraatiijiya xalaqaad kala dambeeya leh maalinba xalqad baa fulayso nin lagu gaadhaya markaana waa la tuuraya ta kale reer baa lagu gaadhi waa la tuuri reer kalea lagu gaadhi waa la tuuri xasiiladuna waxa weeyaan dhulkii muslimiinta iyo karaamadoodii in lala tegay xasiiladu intaasay isugu imaanaysa ma la fahmay haddii marka la garan waayo
قال كوسو عليك سنة يسقوا إلى إسكو حكميهين حدوسا كبد درنين أو أنت مسلمين تلو تبريري اللي هذا هو مسلمة ومسلمة دي جسوا معصومة قول كي مسلمين تأرض سكوا سقادا مايا أو كرامة دي مسلمين تأرض سكوا سبربرين مايا أو عزقي يا شرفت مسلمين تصلوا من ميسو والله ميسا شك مالي سيدا صدرات سيدا ربي أعدي الموالات الولاء والبراء آياتها قرآن كقصة أروي علماء الإسلام كسي ليهين سيدا أي أفا فهي قرآن كأو كالاتك دقي إيه إنت آياتها قصة أروتي أبوابتا إنت قصة أروتي ويرتا سيدا إن آياتها يددال كلسي حتى وحكا الإسكباف إنا تشاتشوس لغته أشقية أو ورك أسو كدبية ورك أسو كدبية ورك مسلمين تي عورضة وضيئيو ميلاهي كده شلع سيهيني ورك سيا أي علماء ذكر كذا حقا إن ردته إسلام ماذا بعد أيضا حديث كي حاطب نبي بلتع أو ورك كتير أقدرية أي قارقود أدلي شنا يعني إنه مرتدية وحين أدلي شنا يعني الحديث كروايات كي سمر كلا أروريو هذا مجال كان ينوس أما حينين حديث كروايات كي سمر كلا أروريو عمر مركو يرى رسول الله وأندلو مركي هري إيه حاطب هذا الكيس إيه النبي التقرير كيس أنت وحلاج جرم بيليهن إنه كل عيش شيء ردك هنا. مر لا بعد مركو النبي يقول رنبو إدين شيء هذا عمر مر لا بعد يقول أندلو رسول الله. من كسرت إسلام كفكي قال أقول بأندلو. مرك الله بعد واحد أهيد بالليل. عمر مركو النبي يقول إيش شيء إنه سن ردوا من مركن دم بوحو ليه أندلو أوليه وحويان قال بيوصل أهاني لكن الصبر مسلم هذا وحو قال وحو دلكم مضني. لما قرب لنا عمر عتصدي سيد الرواية كمرك الله أوري يقصه إنه دلو مرك هرنا للرد وودي الرمي مرك ندمنا للحد ساعة سيليهن مرك الروايات كحديث كلا أوري علماء دوكم دوبي وقيم تاء نوال بوق على الله شقيا أرهيل يا مسلمون أرهيلين مرتدي هاي ماش اللي وارك الدنيا أنا اللي ودي لك أروح إن أنا لو يدينين إذا لابا هني محكمة دولة ما مل ما بها ورني كده دلو مسقاب حسنني فضول النوع عسى الشيخ وليه فتوى كعب وكبر العرن ونين صمالي وبحي قرن هاي أنا قلت أنك ورقب أبوهي فضول النوع عسى كؤاد أن من قال الله شقية أما لقر مدى يا مسلمين توقهي لي فتوى كعامسا وكبر العرن أنا أمسا إني حقتها فضول إني حقتها أمسا إني لكن مرة دي اللي سأيدان حسابك على إيمانية فتوى كبر العرن وكعب oo ka adag kana qalafsan ninka Soomaaliga markuu dhageystaan ka hadlayay anu garan maayo Soomaali ma jeedinin hadalka asaga diba loo fiiray dhageysto inta uu baan taaganahay shaqooyin wuxuu mudayaa ma garanay ama qadiyada ku saabsan xukunka Cabdullaahi Yuusuf muhaadaraadkii khutubkii dhaadheeray oo Sheikh Masad ka jeedinayna wad xusuusataa fadhi ka dhacay Makkah oo su'aal lagu weydiiyay Sheikh Umar Faruq asagu fadhiyeena hawshaasi halkaasii Sheikh waa ku qariray وأنا كو أقلاضي ويبعد بأن كتابك أن يستبيح دماء وذا كهريبا يقولتهم يستبيح دماء الصوماليين هؤلاء هم هؤلاء السعودي ويبعد أن يستبيح دماءهم الصومالي دي قد أنه بنا يستوحافق من لا يستبيح دماء الكينيين المتجنسين من أتى ناقضا لا يعذر فيه من العوام كمن صد الله أو دين الإسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام فهو مباح الدم وهذا منشور في أعمال لا أتردد فيه طرفة عين وكذلك الطوائف الشركية المقاتلة على الشرك والطاغوت أما التفصيل المعروف بين المغدور عليه والممتنع وبين الفرد والجماعة لا أتطرق إليه الآن وكذلك التفريق بين التنظير وتطبيق الذي يعود إلى الإجراءات العملية جريا على قاعدة الإطلاق في موضع التفصيل هذا الكاس انتهى هذا لعب عضو نوع عاصة إنصاف يا كجرة تنبيهاتك وحي كجرة إسعاف السائل نربضان أيضا عضنا واتها الله أو وطأ ما هو شامرك وحلو عين أرو مقارن هايو ديب المسلمين تونو حاران يهيبان قضاء إلهيبان حكم وانا إجمع المسلمين لكن وحن نسكوها إن ميضا المسلم كأمن سنته أو قال لما أنك أنكوها يسنو بالله يا بيرو هذا المسلم كوي هايوت كوفيتك عامين يسوه أنا waxaan leeyahay covid ma astaahil ma lahay waa covid sanan ma galin ku jiraa laga daayo dad yar afraad isku hayna ka naqaash mooyeenay
يرى استباحة دماء المسلمين عموما ودماء العلماء خصوصا هو شاسي وهو الخطر مرقبه إلا يتيهين واحد قدر وحن أقود بواسكتها عن الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغد فاز من حسد المعالي لا يجانب أو يغالي قاهرا سهد الليالي سائرا فيها دجال نشكرين نبقى في الدين.